بيناتنا الموسيقى بلبنان، وين ما رحنا في موسيقى بلبنان، كل انواع الموسيقى، موسيقى شرقيه، موسيقى غربيه، بيناتنا كمان الروك بهالفترة عم بيكون كتير على الموضة، عم يرجع كمان على الموضة، عم نرجع نتلذذ بأكثر من موسيقى الروك، لأنه الموسيقى الروك أوقات بتصير هيك مثل اللي مركزة على نوع واحد من الروك، نوع واحد يمكن يكون عنده سمعة معينة، بينما هو أكثر من هيك بكتير. رح نتعرف عليه أكثر اليوم على هالموسيقى وعلى الموسيقيين. معنا اليوم مارك أبو ظاهر، أهلا وسهلا فيك مجد. مارك، وفادي شمية كمان أهلا وسهلا فيك. فادي، بتلعبوا نوعين مختلفين كليا من الموسيقى، الترناتيف روك مارك وكلاسيك وسوفت روك. اول شيء بدي اشوف يعني بالنسبه لكم ليش روك وشو الفرق بين انواع الروك؟ هلا كل روك بيختلف عن الثاني، بس كلهم بالنهايه بيصبوا بزيت المطرح. يعني هلا بيصبوا بزيت المطرح وين؟ يعني شو الكومن هو اكثر شيء بالروك، يعني بين الالترناتيف والسوفت روك، هو الجيتار الكتريك والديستورشن. هاي اكثر شيء بقربهم لبعض، بس اكيد المود تبع الغنيه والستايل بغير كل شيء، والفوكل اكيد، لانه بكونوا هن عاده تينور، نحن بنكون الالترناتيف مثل مارون 5 ويو 2 وريد هوت تشيلي بيبرز وميوز وهالقصص. مارك وفادي اثنين باندز مختلفين تلعبوا فيهم، فادي بتلعب بباند كلاسيكال روك. مزبوط، كلاسيك وسوفت روك، يعني هي الميوزك الروك اذا بدك هي كذا ستايل، يعني عندك من السوفت روك، عندك الالترناتيف، عندك الميتال، كلهم يعني كلهم ذي كان بيلد انفلونس وبتطلع بستايل يمكن يور اون ستايل انت، شيء ديفرنت. والهدف نحن انه عم نعمل مور سوفت وكلاسيك روك، لانه عم نلعب اغاني كثير من الروك القديم، الكلاسيك هو الاكثر اللي بالروك، الروك اللي تعب عليك بالشغل ككومبوزيشن وكميوزك، وهذا روك السلس وحلو تنسمع بالبابز والبليسز بلبنان. بفتره الميتال كان هو المشهور اكثر شيء، بس نقول روك يعني ميتال، يعني نحن ما بنحبه او في اشخاص ما كثير يعني بيكونوا بيرتاحوا لهالنوع من الموسيقى، موجه لعمر معين ولفتره معينه من الحياه يعني من العمر. اليوم معكم او مع كمان كل البنز اللي عم يجوا على لبنان، يعني اكثر واكثر عم نتعرف على انواع الروك، وبطل الميتال هو يعني اللي بارز اكثر شيء. هلا بالنهايه كلنا كنا نسمع متل، يعني انا وياه وكنا ندق متل وكنا نتسلى ونغني وكل شيء، بس انه بالنهايه بس كبرنا رقنا وكانت فاز وقطعت، وصرنا هلا عم ندق يعني الترناتيف، وهو عم يدق كلاسيك روكس المعروفين يعني انه كثير حلوين هن، وهلا صرنا عم ندق الترناتيف، وهيدا الشيء هذا الجار اكثر بيجيب عالم يعني، وبيحبوه العالم والصغار والكبار، يعني لانه منقيين اغاني من 90s لهلا البست سونجز اكثر شيء. يعني انتم مين كباند معك؟ انا بنتي اسمها اوديو ترافيك، وهو الباند تبعه فادي اسمها فوبيا، وفي كثير باندات غيرنا. يعني مين الاوديو ترافيك؟ كم نحن؟ 5 ممبرز، في انا مارك على الفوكل، في مكرم صافي على الكيبورد، ابراهيم حداد على الجيتار، والباسيست مارسيلينو سعيد، والدرامر كريس مايكل. وبتلعبوا طبعا بكثير اماكن، بس مين الاودينس تبعتكم؟ مين الببليك لكم؟ الاودينس عاده بيكون بتارجح بين 17 سنه لاوقات اقل يعني ل 30، بس انه دائما حسب ستايل كل واحد، لانه في ناس بحبوا مثلا يسمعوا عربي اكثر من روك او الترناتيف او شيء، بس نحن عاده جوكم. كلاسيك اعمار اكبر؟ بعد يعني يمكن يعني يمكن من ال 17، بس يعني كمان بتطلعوا اكثر يعني من 30. في اعمار انه عم ندق اغاني يمكن من ايام ال 80s وال 70s، عم نلعب اغاني سكوربينز القديمه، عم نلعب اغاني دي بيربل القديمه، يعني في ناس من الاعمار كبيره بعدها بتسمع هذا الستايل، او هن ربيت على هذا الستايل اوف ميوزك. يعني بنلاحظ ايام بالبابز بنكون بمحل عم ندق، يعني في اشخاص اعمار كبيره بتجي بتحكي معنا، او صاحب الباب ايام بقول لنا انه بحب هالستايل اوف ميوزك، او مرته كثير انبسطت بالجو اليوم لانه حبت هالاغاني المعينه. ايش حاسه عنده نوستالجي لهالنوع من الموسيقى؟ نحن عم نشوفكم عم تلعبوا او شو عم تشوفون؟ ايه هدول كونسير عم ننام شي شهرين بجونيو، هاي بالهارد روك كافيه. نحن بكره عندنا هارد روك كافيه اصلا. عندنا بكره حفله بالهارد روك كافيه، ان شاء الله يجي عالم يشوفونا. فادي مين الباند معك؟ الباند في معنا على الفوكالست راشيل،
على درامز منصور كمان يعني بوجه له تحيه، لانه يعني في اشخاص كوميتد معنا، اشخاص مجوزين، يعني منصور مجوز عنده اولاد، وكلنا بنشتغل يعني بنضحي بشغلنا تن نوصل على هالثلاث ساعات بالجمعه يمكن تنتمرن تنحضر لايفنت معين. في عندي شربي الغانم على البيز، رواد غانم على الجيتار اخوه، وانا على الجيتار وباكينج فوكلز. حلو، رح ارجع لعندك مارك. خبرتني انه كان عندك او بعد عندك سايت للبانز، ويب سايت بلشت ب 2003 يمكن، libanesebands.com. كنت شغلتنا ندعم الباندات فور فري، يعني حي لما بتجي بتقلي عندي ايفنت كنت حط لها بوست وروح صورهم وارجع ظهر الصور، وقتها ما كان في ديجيتال بعد، ونزلهم دغري اونلاين، وضلينا هيك 10 سنين، وصار في فوق المليون فيزيتور. وقتها ما كان في غني، كان كل تركيزي على هذا الشيء. يعني ليش كان تركيز، او منين اجت هالفكره، او كيف بلشت يعني سايت بس للبانز؟ يعني عندك هي بلشت تسلاي. اول شيء كنا بعدنا مخرجين من المدرسه وبدنا نعمل حيلا ويب سايت، اجى ببالنا انه نعمل هذا الشيء. ليه بانز؟ يعني الباند او روحيه الباند او جو وحياه يعني 4-5 اشخاص عم يعيشوا سوا ب يعني هدف واحد يلي هو الموسيقى، شو حياه مختلفه. هو بوقتها كان في حوالي 70 باند بلبنان بس ما كانوا معروفين، وكنت بعرفهم، مش اكيد مش كلهم، بعرف شي 3-4 وكانوا اصحابي وما عندهم دعم ولا شيء. فضلت انه اعمل هذا الشيء، ما غني انا ولا جرب اعمل باند لحتى ركز على الباندات، لانه اذا بس كنت معجب يعني بمثابرتهم او باهتمامهم بالموسيقى. طبيعي. او مثل ما عم بيقول فادي، في عندكم اشغالكم، ولكن مزبوط. عندكم انه هالهوبي يلي انه تجتمعوا سوا وتعملوا كونسرات او تعملوا باند وتعزفوا موسيقى، مش بس الهدف انه تصيروا معروفين او تكونوا معروفين، هدف تلعبوا الموسيقى. مزبوط. يعني الهدف هي انه فور فان، يعني نحن انه بنحب كلنا المجموعين لانه بنحب هالشغله، واهم شيء بالفرقه يكون في عندك هالهارموني والسينرجي. يعني حيالله شخص في مثلا تجيب ميوزيشن كثير بدق رائع صحيح. على الجيتار، او شخص بغني كثير حلو، بس اذا ما في عندك هالهارموني هالسينرجي بين هالاشخاص تتعامل الباند اتس تيم ورك بالنهايه. يعني اذا شخص غلط نحن ويل باك اب اتش اذر، يعني ما لازم شيء يبين على الستيج او دغري وي كفر اتش اذر، يعني نحن مثل فرقه واحده، يعني شخص واحد بالنهايه وقت نكون على الستيج. سو يعني هول 3 ساعات التمرين او وقت ندق نعمل حيلا ايفنت ندق فيهم، هو بكون يمكن مثل التوب تبعنا، لانه نحن عم نحقق شيء بحياتنا. وهالانسجام اللي عم يحكي عنه فادي مارك كثير مهم على يعني المسرح او بالباب، او بخلينا نحن نكون مبسوطين بالموسيقى او لا. اكيد بتفرق كثير اذا كنتوا منسجمين او اذا كان الفوكل يعني انا او الفوكل تبعهم منه مبسوط، ببين عليه انه منه مبسوط، ببين عليه انه مش متضايق، ما على باله يغني اليوم مثلا، مجبور تقطع الفاز انه لا انا عم جاي اغني، حتى لو جاي اجى 10 اشخاص بدك تعملي شو، بدك تعملي شيء حلو يعني لانه جايين يحضروك. واتس ا هول بيرفورمانس، يعني عم تلعبوا بس كمان عم بيكون في بيناتكم هالعلاقه اللي مبينه قدام الجمهور. مزبوط. هذا شغله كثير مهمه، هذه بتجي مع اللايف ستايل تبعولكم يلي هو دائما انتم مع بعضكم بهدف واحد بموضوع واحد. مزبوط. هلا قلت لي صار لك سنه بس عم بتغني، ليش؟ مع انك بالجو من زمان. هلا في هلا من بعد ما صار في فيسبوك وسوشيال ميديا خفت الويب سايت عنا اكيد يعني مع الوقت، وهلا عم نرجع نعدلها كرمال تصير تفوت بناحيه فيسبوك وسوشيال ميديا، بس انه صرت بلشت ازهق، صار بدي اعمل شيء يعني، وفت بهالباند وضليتني سنه قبل هالسنه لحتى اقدر اجمع الممبرز، ليكونوا دائما لازم يكونوا راسنا على بعضنا يعني. بقى هلا لمشي الحال وبلشت غني، وانا اصلا بحب غني من زمان، بس قطعت بفتره انه بدي ركز على غير قصص، كان وبدي اتجوز وبدي اشتغل ولاقي شغل مثل كل الشباب يعني. هلا عم ترجع تكمل الهوبي تبعك. ايه؟ هيدا مش معطى لكل الناس انه واحد يقدر يكون عم يعمل الهوبي تبعه مع كل الاشياء اللي عم يعملها. خلينا نشوفك على كل حال ونسمعك عم تغني. Okay.
ما بتخلي شيء ما بتستعمله لحتى اللي تعمل في كم غنيه بتستعمل ميجافون فيهم في كم غنيه بستعمل ميجافون فيهم يعني بس للإفيه مش اكثر مع انه في اخده من بيدال او شيء بس للشو احلى للشو. يكون في ميجافون اكيد احلى. هلا يعني مرتاح بالوضع اللي انت فيه وانه قدرت يعني مش بس تكون عم بتراقب هالبانز وتشوف كيف عم بيتطوروا او تكون عم بتدعمهم تكون انت موجود محلهم؟ هلا هو بس بلشت غني في كثير باندات بعرفهم واصحابي من زمان كثير يعني استغربوا انه انت بتغني ما معهم الخبر حتى انه انا بغني ما كنت اقول يعني لانه ما بدي فوت بهذه الدباجه بس مثل ما انكم شايفين بلشت غني ومبسوط عم بنبسط بالخبريه يعني بحب وجه شكر اصلا لوليد المسيح اللي عمل هذا الايفنت كان بهاربر طلعت معكم نتالي هي نظمت الايفنت وشهره دوت كوم يلي اعطوني الفيديو يلي عذبتهم ليعطوني الفيديو كثير رح ارجع لعندك فادي عم تلعبوا موسيقى مش عم تالفوا موسيقى هلا لا هلا نحن في يعني انا اذا بدك بكتب حتى كلمات وفي فيك في اغاني ملحنه بس كلهم بعد ما بلشنا از فول باند فيهم يعني التارجت كنا يعني نحن صرنا هيدا اللاين اب الجديد يعني الاشخاص اللي عم بدقوا هلا معي صرنا سنه سوا هلا خمس اشخاص عملنا ست حفلات لهلا بظرف سنه وهلا عندنا بسبتمبر كمان نيو ايفنتس بدنا نحضر لهم يعني كنت انا تارك بس تنمى هالهارموني بالباند تنمى هالسينرجي بالباند تنبلش نحضر نحن يعني مثلا انا شو عندي كاتب كل شخص شو عنده نجمع هالانفلونس ونبلش نحضر مش نلعب دائما كفر نبلش نحضر اغانينا تلعب جيتار فادي مزبوط كل انواع الجيتار كلاسيك اكوستيك الكتريك صار لك زمان تلعب جيتار صار لي زمان اي عمر من 17-18 سنه يعني مش بعمر كثير صغير بلشت العب لا مش كثير صغير وتعلمت حالي بحالي يعني من الكتب من الانترنت يعني اول ما تبلش صغير بيكون واحد عنده الوقت كمان والجلادة انه يقدر يتعلم على انسترومنت ميوزيك هلا مع الوقت يعني عندك شغلك عندك يعني انشا بتصير تحضري لشو عندك للبراكتس للايفنت هالقصص يعني كثير من البانز او من الموسيقيين اليوم بحبوا يعني شوي يفوتوا الشرقي على مزبوط. على المؤلفات تبعهم انه بعرف فادي شو عامل بس رح اسالك قبل ما بما انه انت هلا مش عم تالف عم تالف شيء قريبا بدنا نبلش بهذا شو رايك المشروع. بهالموضوع هلا هو مشروع حلو وهو اصلا حلمنا كلنا سوا كميوزيشنز انه نالف بس ناطرين الدعم بالنهايه لانه اذا الفت وكبيت السي دي او ميوزك اونلاين وما حدا عم يسمعهم وما حدا عم يعرف فيهم بقى مشان هيك قررنا نفوت اول شيء كوميرشال نطلع شي 30 غنيه ولكن قبل ما تكون انت عندك او موجود بباند وعم تغني كنت عم تراقب هالباندز وعم تشوف شو عم يعملوا مزبوط انا بدي اشوف الموسيقى الشرقيه اللي عم تدخل بكل انواع الموسيقى الغربيه شو رايك فيها ومعقول تكون عم تدخل بالروك كمان اكيد وعم بتبلشت من زمان وانا مع هذا الشيء لانه احنا بالنهايه بلد شرقي هون لبنان بلد شرقي ذو وجه غربي وشيء كثير حلو انه يفوتوا الاورينتال بالموسيقى تبعنا حتى لو روك يعني بالعكس بيعطيها هيك احساس مش موجود ذو وجه غربي هيدي جديده كل واحد كيف بيشوف لبنان يعني فادي الاشياء اللي مضبوبه عندك بالجرور فيها شرقيه او فيها آلات شرقيه لهلا بس ملحنه يعني بس يعني كمان روك ايه يعني مثل جونر مختلف يعني قريب على الكلاسيك وعلى السوفت روك يعني بس على ستايل يعني انا شو حسيت اكتب والف هالموسيقى عليه هلا ما في شيء بيمنع انه نفوت شيء اورينتال يعني انه بنحب نختبر كل شيء يعني يمكن حتى نجيب اله ما خاصه منا اورينتال بس نجرب شيء بيقدر يزبط على هذا الستايل يعني اولويز اوبن لحيلا انسترومنت فادي هلا وين عم تلعبوا؟ هلا مبدئيا نحن كنا ليتلي عندنا حفله قريبه بزحله في مثل ايفنت كمال انتي دروغز رح يكون معمول يعني كل المصاري رح تروح لمعالجه الادمان على المخدرات مزبوط ورح يكون في عندنا كمان من بعض ايفنت بفايترون وعم نحضر لكذا ايفنت يعني عم نعمل نبلش اكسبلوجر بلبنان انت كذا يعني كذا منطقه بلبنان تصير تعرف عنا يسمعوا عنا يسمعوا هالستايل ميوزك تكبر الفانز اللي عندك اياهم هون وما كفى اذا الليله انتم عم تلعبوا الليله عندنا جيج ببرمينا بالشيان وبكره عندنا هارد روك كافي اهلا وسهلا فيكم بتمنى لكم كل التوفيق ثانك يو مشاهدينا هلا وقفه صغيره وبنرجع بنتابع من بعدها لايف
America's greatest Michael Jackson show comes to Beirut during the Beirut Holidays 2012. Man in the Mirror celebrates the amazing music of the King of Pop.